يفهم لها الأجواء مع المونديال. الأجواء زوينة بزاف وأجواء عائلية الحمد لله، والمغاربة باغتو قايمين الواجب ديالهم، الجمهور حاضر بزاف 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 بزاف، وأجواء زوينة بزاف صراحة. نتمنوا الفوز والخلعة، الخلعة فينا بزاف، اللي عندنا الثقة الحمد لله في المدرب وغيشت أوبتيميست، والله عسى إن شاء الله تكون الفرحة ان شاء الله يا ربي. قل لي واش ممكن نسولك، لان سمعنا ايضا على انه هاد الايام يعني من الثلاث لدابا الناس مازال ما لقاوش تذاكر باش يدخلوا المباراه الغد. مالوغوزمون في مبدا لا كوب دي موند كان كل شيء مزيان، مي سي فغي الماتش اللي قبل ديال اسبانيا، يعني انا من الناس اللي ماتش اسبانيا ما قدرتش نحضر ليه، باسكو ما قدرناش نشريو كيما تعودنا في الاول تندخلو كونت فيفا تناخدو مريتي البلاتفورم ولا هذا، وكانت الامور مزيانه مي ما بقيناش قدينا. سي فغي كان الجامعه الملكيه في مراكز غاتيل لي تيكي فابور، مي سيتي با فاسي صراحه. مشينا للبلايص كان نديرو الكيت مول، مشينا لقيناهم تراو شويه العذاب. تغدا سمعنا خاصنا نمشيو مع 10 الصباح للستاد الجنوب، نعم، مي 10 الصباح خدنا نمشيو ويطرا شنو طرا ديك المره، باسكو الوقت اللي وصلنا ليه لقينا التيكيتات ما كاينينش، كان لا خصكم تمشيو لكاتارا بلاصه اخرى وتنبقاو هنا وراهنا. مي سيغون لقينا غدا هو هذاك، ما لقيناش اهم حاجه نربحو. سمعنا على انه كاينين كثير من الجنسيات اللي كيشريو هاد التذاكر، ودابا على انها متوفره في السوق السوداء. سمعت ايضا على انه كثير من الاسبانيين اللي شراو التذاكر ديال المباراه غدا ديال ربع النهائي، لانه كانوا طبعا متاكدين 100% على انه اسبانيا غادي تفوز. وكاينين ايضا معارف اللي قالوا لي على انه دابا كيتباعوا التذاكر ديال مباراه غدا، كاين التذكره اللي وصلت حتى ل 1500 اورو باش كتباع. شنو رايك انت؟ مليون تبيعوهم بهذا الثمن. نعم، شنو رايك؟ نعم، شنو رايك ساره؟ واش هاد الوسطاء او هاد الناس هادو اللي شويه كيتدخلوا بهذا الشكل، شنو رايك في هاد السلوك ولا في هاد المساله هادي؟ هو صراحه يعني السلوك غير لائق يعني 100%، وحيد وهرسنا حتى حنا شويه، باسكو داك الشيء كان منظم يعني الحمد لله، يعني كانت الامور كلها منظمه هنا وفي واحد الجو زوين. هاد الحاجه يعني كانوا ديرونجي بزاف. يعني واش كاينين مغاربه اللي كيشريو هاد التذاكر على تيساع وتيبغيو يقلبوا فيها البيع؟ يعني دابري مون اكسبيريونس ما شفتش مغاربه. نعم الحمد لله، يعني كنا جنسيات اخرى، مي مغاربه ما صراحه ما شفتش. نعم سمعت على اجانب جنسيات اخرى بالحق، ماشي مغاربه هنا في قطر. نعم، اذا غدا الماتش غادي تشوفوه في الدار ولا فين كتمشيو لدي فان زون؟ كاينين دي فان زون، كاين اجواء زوينه صراحه. فاستيرون انا غنحاول غدا عاوتاني نمشيو نشوفو لقينا شي تيكيتات، غنمشيو نشوفو المغرب في الاستيرون ان شاء الله. سينو في الدار ولا في اي بلاصه، المهم نكونوا اون فامي، والاجواء فين ما الحمد لله فين ما كانت تنديروها. عندك وليدات ساره؟ لا ما عندي. مزوجه؟ مزوجه. زوجك مغربي؟ لا قطري. ايوا، وهو شنو رايه يعني كيفاش انتم عشتوا الاجواء قطر؟ شفناها تقصات للاسف، كيفاش عايشين الاجواء؟ عايشينها معنا صراحه، كاع الجنسيات عربية، راه قطريين من الناس ديال السعوديه ديال فلسطين، كلشي واقف مع المغرب، واجواء زوينه بزاف. انت تشوفي كلشي موحد على رايه واحده، وكلشي باغي يفرح معنا، يعني حاجه زوينه بزاف تشوفيها. نعم، تتفرجوا على الدرابو ماروكان، كاع الناس توقفنا من جنسيات اخرى تقول لك عرفت حيد الدرابو ماروكان عطيني نصور به. يا سلام، جميع الجنسيات صراحه. شنو احساسك؟ شنو احساسك بهذا الشيء؟ احساس خصوصا يعني البلاد اللي عايشه فيها، وتشوفي المغاربه باختو وفرحانين وفايزين ومشرفينا. يعني عمري ما عشت الاحساس صراحه، يعني برا المغرب بحال هكا، بحال بلاستيك يعني معنا. رهيب والله رهيب. اكزاكتومون. سؤال اخير لك ساره، بما انك مقيمه بالدوحه، واش كاين ضياف دابا عندك في الدار؟ لانه كنعرف كثير من الناس قطريين اللي فتحوا منازلهم الزوار المونديال، ولو ما كاينه حتى شي معرفه مسبقه ولا يعني قرابه، وفتحوا وضيفوا الناس هكذاك يعني بالكرم ديالهم. واش انت كمغربيه اليوم كان عليك شويه ديال الزحام من العائله؟ كل شيء عيط لك ساره قال لك انا جاي من العائله.
مي بارون الحمد لله معايا الوالده والوالد لي كوزان جاو و سي فري يعني تبارك الله الشعب القطري ضياف وكريمين في ديورهم الناس رحبوا بهم صراحه تشوف العروبه حاجه زوينه جمعتنا الكره نعم